أوغندا أو كما يطلق عليها لؤلؤة إفريقيا، كانت تحت الحكم المصري في عهد الخديوي إسماعيل أثناء حرصه على اكتشاف منابع النيل وتأمينها لصالح الدولة المصرية، ورحب ملوك أوغندا بذلك ورفع العلم المصري هناك. أصبحت أوغندا محمية بريطانية في الفترة من عام 1894 وحتى عام 1896، وبعد الحرب العالمية الثانية حصلت على الحكم الذاتي ثم على الاستقلال التام في عام 1962. عاشت أوغندا فترة من أحلك فترات تاريخها خلال الصراع العسكري الأهلي الطاحن الذي خلف ما بين 100,500,000 قتيل، والمعروفة بحرب الأبغال الأوغندية التي خاضتها قوات جيش المقاومة الوطنية بقيادة يوري موسيفيني ضد حكومتي ميلتون أوبوتي وتيتو أوكيل من بعده. اتبعت الحكومة الأوغندية منذ نهاية الثمانينيات سلسلة من السياسات الداعمة للاستقرار الاقتصادي والمساهمة في نمو اقتصاد السوق، ما أدى إلى انتعاش الاستثمار وتحقيق نمو مرتفع خلال الفترة من عام 1987 وحتى عام 2010، إذ بلغ النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي نحو 7% سنوياً في التسعينيات وحتى منتصف العقد الأول من الألفية، مما جعل أوغندا ضمن إحدى أسرع 15 بلداً حققت نمواً اقتصادياً في العالم. ومنذ نهايات العقد الأول شهدت البلاد الكثير من التقلبات الاقتصادية نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية، وأدت إلى حدوث تباطؤ في نمو الناتج المحلي الإجمالي استقر حول 5% بمعدل لا يقل عن 3% سنوياً خلال هذه العقود. تباطأ نمو دخل الفرد من نسبة 3.6% المسجلة في العقود من 1990 وحتى 2002 إلى حوالي 2%. وعاشت أوغندا فترة حكم عيدي أمين المعروف بالدكتاتور العسكري الذي وصل إلى السلطة من خلال اكتساب ثقة المواطنين الأوغنديين، ورغم وصف فترة حكمه بأنها كانت مليئة بالعنف والقتل وذبح أكثر من 300 شخص، إلا أنه قام في فترة ما من فترات حكمه بما كان يعتقد أنها سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية، وكان منها قرار إبعاد الهنود الذين كانوا قد جاءوا إلى البلاد مع البريطانيين وبدأوا يؤسسون مجموعة من الأنشطة التجارية والأعمال والمشروعات المختلفة، وأصبح لديهم باع في الاقتصاد الأوغندي. أبعدهم الجنرال أمين واختار معظمهم بريطانيين كوجهة بديلة عن أوغندا، والتي رحبت بهم ومنحتهم التسهيلات في قضية أصبحت تعرف فيما بعد في بريطانيا بقضية الهنود الأوغنديين. وفي عام 2013 كان ما يقارب من 1.6 مليون مواطن أوغندي يتعايشون مع فيروس نقص المناعة البشرية، ومات ما يقدر بنحو 63,000 أوغنديا نتيجة الأمراض المرتبطة بالإيدز. وتشتهر أوغندا بتعدد المعالم السياحية التي تجذب للسياح من مختلف دول العالم، ففيها كامبالا التي تضم عدة متاحف ومقابر تاريخية، كما أنها تضم أكبر بحيرة في العالم وهي بحيرة فيكتوريا. ورياضيا تشارك أوغندا في بطولة الأمم الإفريقية مصر 2019، وكانت آخر مباراة لمنتخب أوغندا أو الرافعات كما يعرفون منذ بداية البطولة مع المنتخب المصري يوم الأحد الماضي، والتي فاز فيها المنتخب المصري بهدفين مقابل لا شيء.